تحضيراتنا جينا لنا قريب ما يقارب 3 أيام تو، ولا هو ربع يوم ندخل عليه. أما تحضيراتنا لنا منتخب، يعني مدرب مستعرف جينا جديد وقاعدين نتعرفوا على بعضنا، يعني أغلب اللاعبين تو أضم، يعني النخبة الكويسة يعني في الدوري الليبي قاعدين أضم، وقاعدين كل يوم نتحسن الأفضل إن شاء الله. إحنا ماشيين يعني إن شاء الله، إحنا عارفين مجموعتنا يعني هي الجزائر بلد المضيف، هي المباراة الافتتاحية. ان شاء الله احنا نكونوا عاقدين العزم ان اول مباراه مش هنطلعوا بنتيجه يعني سلبيه، مش نمشوا للدور الادوار الاقصائيه ان شاء الله، لان الدور الثمانيه وما بعد الدور الثمانيه ان شاء الله. ما قلت لك، قصدي جمهور الجزائري يعتبر نفس الجمهور اللي بيحار، حتى هو يعني نفس الطبع، احنا مع بعضنا يعني نعتبره قريبين من بعضنا، يعني جمهور يعني مش هيصبر، يعني حتى مثلا يمشي شوط الاول 0-0 يعني حيزيد دافع اخر معنوي للمنتخب الجزائري. نحن حنديروا كل الاحتياطات الواجبه ان شاء الله في المباراه هذه، يعني الناس ما تعرف ان اول مباراه هي اللي هي تعطيك الدافع المعنوي، هي بتطلع نتيجه سلبيه لا قدر الله، سواء نحن ولا الهمومة، حتى المباراه الثانيه تكون تدخل في الشك. يعني المباراه الاولى هذه حتكون قاسم ضار بيناتنا نحن اثنين، اللي يفوز فيها هو اللي حيمشي المعنوية أكثر من المباراة الثانية، هي إن شاء الله الأجدر واللي يستحق الفوز هو اللي حيفوز في المباراة هذه بإذن الله.